حصائل كوفايد. هذا المفروض ناخذه من موقع هندسه سابقه، يعني نموذج غير مشوش عن طريق الشير بتشوف. بس هسه حضرتنا حتى نقوم بتجربه. هذا القالب اخذه عن طريقه، هسه فتحته زين طلعت العده. اوكي اول عمليه اقوم بها اخذ ابعاده اللي هي القطر مالته شقد هالطريقه. سجل القطر لا ثانيه شوف 3.7 قطر زين كمعدل 3.7 معدل 3.7 ارتفاعه 7.7 اوكي زين وين 81 دور الجدول هو ما تندل الجدول هذا لا يمكن في هذا هذا هاي فحص هذا فحص نفحص لا هذا واحد كمشات مالته هذه ذاته هي هذا الدايمتر هذا اللينك وهذا هسه نحسب 3.7 دايمتر 3.7 الهاي مال او طوله لينك مالته 7.7 والهاي مالته وزنه 182.5 وزنه اجذبته بالجهاز بالطريقه هاي. اوكي خلاص يرتج شاء الله. طلاب عندي هذا عندي هذا تسجيل اسمه راح يحسب لي الازاحه عندي هذا اللود راح يحسب لي الضغط كحسابات عندي كل نص دوره احسب ايش قد عندي لود يصير عندي اوكي تمام الى اني في النموذج احسب نص دوره ايش قد هاي كل قراءة هاي اقراها انا اضربها في 0.01 يطلع لي بالملم كل قراءة اقراها بالجدول عندي حصير في 0.01 يطلع لي بالملم يزاح بالملم هذا كل قراءة زين يقرا لي اياها اضربه سجل وياكم عنده بالداتا شيت 1.396 هذا الفاكتور مالته حيتحول لي بالنيوتن اوكي؟ اوكي هسه سجل بالهذا من يقرا اخر شكل عندي بالنقطه فشل ايش قد ازاحه مالته هو هذا فئر اقسمه على اللي بعد اسوي تطلع لي المساحه مصح ايش اسوي المساحه اللي اخذناها على واحد ناقص ابسلون يطلع مساحه مصحه ورا اقسم اللود على المساحه اوكي هسه نشغل حتى النقطه تقرون يلا طلع هسه مش عادي شو اسمه السبيس مان قام يمشي من يوصل نص دوره نسجل من يوصل نص دوره اقرا ايش قال هسه مش بعض ولا مش من الصفر الى العشره 11 12 وهكذا يقرا زين هسه بعد نص دوره هسه عندي بصير عندي 50 نسجل اخر 50 ايش قد يقرا لي عندي اثبته بالداتا شيت اوكي
20 هذا الأوفر هذا من 50 100 150 200 كنز دولة نفس دولة اي ما فهمش عادي مضبوط وشي ليش دي يصير شيء صراحة عبر الهواية أعتقد هسه قلت صار 50 قلت اقرأ عندي 41 كتب 41 طلاب بالذات الشيء أبو مش ها هسه ما أدري بعدين ما أعرف أقلب بالجدول تبع عندك 50 أول واحد 50 مشكلة بس الجهاز مشكلة اكو مشكلة بالجهاز طلاب هذا الريت مات دورة بالدقيقة هذا الريت الجهاز مات على نفس كل 30 ثانية ياخذ اللود موصل كل 30 ثانية عندي اصير مشكلة احسب على الوقت نعم امشي على الوقت كل دقيقه اخذ ليش قد قراءه هذا تصير عندي باو يلا 50 مثلا 55 على 100 مو اي على 100 55 هذا قراءه ثانيه مو وقف اصلا اي هو يوقف راح اي هذا تبيه بعشته؟ لا أنت موجود طبعاً يا أقل. يلا هسه قرش قد 65. بالمية وخمسين مو هذا؟ 150 65. كيف بعد صورت على شو مو على هاي كم صارت صارت كم قرأ ناخذ بعدين نشوف شوف يفشل او يلا هسه نقرا 71 بال 271 شوف الميل جايت كل شوي ما جايت اي اكو مشكله خلينا نعوض هاي بركه هاي طينا مشكله حسين قلمك للطب العيني هاي قزوه تعليقاتكم 250 يلا ما حد يشوف مثل ما حاكم نشوف ايش قد اللود يلا هسه نقاش قد 78 78 بال 250 78 تعيب ال 8 مالتي 8 مالتي وها
هذا بيستن يصعد شوي دوره بالدقيقه هذا يصعد صح يضغط على التربه نعم. هذا اللي يقيس اللي هو ضغط التربه هذا يقيسه وهذا يقيس ازاحه فقط هذا على الفوق ثابته بس الجوده ثابته كله ثابت هذا بس هذا حال كله هنا هذا بيستن يصعد نعم سجل بس النقاش قد 80 84 384 صار بيها هو هذا فش طلاب يا اما يصير فد كراك شير او يصير بي هل هالتحدب هذا ما برمين اي فبهالحاله ان المساحه تغير عند فوق لازم المساحه مصححه حتى يشتغل على الحسابات اوكي شنو هو مالك؟ طينة ولا 90 350 384 ايه 384 ادري احنا يوم وصل الصفر هو عادي انا احتقر 100 واكثر فوق ال 100 بعدها لازم يصير ما توصلين لا اوصل معودين طلاب مقفف طب هذا مال النموذج يعني ما يصير هلا الله المفروض ناخذها 99 99 450 99 450 450 450 96 400 معول اخذناها طيب ما دام منا انا معناها 50 انت قاعد تجي تحكيها ما ما دام تبتها يعني 450 ايش قد 99 96 450 99 يلا ما خايفش علي يلا افشل يا معود هو بدا باعه بدا صار يصير مثل البرميل بدا يصير باع منا انا هو اللود فوق بعد 104 104 هاي 500 500 104 حسين كنت بتقاعد شوي الله معود بشيء حاول تصير ظريفة من الفيديو حاول تصير ظريفة ويجدان شباب يا تحضروا صار؟ لا لا راح اي صار اي 108 550 108 سيدة تعرف تقلصها؟ لا لا ما يفشل بس انت شلون بدك تقوى 500 هسه هاي 90 وراها 100 وراها عندنا مقلوبات اوكي هي 10 20 معبر ال 100 فنحسب فوق ال 100 اوكي ايدك توخر هاي لا تخاف ما تاثر على الوزن مال الشعار يوم تاثر على الوزن بس تاثر على المغد اي شباب بالفيديو ترى حارة كلش وصوتنا شو ماماش ندري الفيديو راح نشر على يوتيوب وضحكتونا اوكي 111 611 انا شغله صافي اي هذا بال 111 هي ما بدا حطها شو صافي صافي بعده هسه اطفر
معودين. لا اله الا الله. فزنا مصايب الفيديو. سمعت القناة راحت. شو واقف؟ كله. غير تمنتج. لبين مونتاج. بلا مونتاج بس دمج. هندسة ما حلقات عادي. ومن الشباب يا جماعة؟ سين بعض مصار بهذا الخطر؟ معاود يفشل رحمة الوالدة كفشل صار مثل محمود برميش ما سمع تقال الفيديو سوي كتب لا هو المهم الصوت يعني يلا رح يقف هو دخل يوصل صار رح يصير خبر وقف صفر لا والله اوكي 118 150 150 118 لا 150 صح 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 ايدك 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 ايش ماكو ابرة 100 110 118 118 118 اوكي اوكي تدريجات كم حمود حمود هلا ساعة تحكي علينا بس جوك في الفيديو لا يلا يلا جد هاي اوكي 119 119 سبع هاي 119 700 ايه شوف ايش بعدها مستمر يصعد ما بيع يسحب هاي 700 وصل 119 750 700 118 119 هاي نفس الفات ثابت يعني